لأنه رغم كل شيء كنا وبعدنا حنبقى عائلة واحدة اسمها لبنان. البلد عم بيمر بظرف عصيب ما له سابقة بتاريخنا. هالكلام الصريح بتمنى من اللبنانيين يسمعوه بدقة، بعيدا عن المزايدات السياسية يلي عم تشوفوها على الشاشات من امبارح لليوم. يلي شفناه من امبارح المساء وجع اللبنانيين هو وجع حقيقي أنا حاسس فيه ومعترف فيه، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه، لكن المهم هو كيف بدنا نعالجه ونقدم له حلول، لأنه هيدي المسؤولية يلي كلفنا فيها الشعب اللبناني.